رح نروح مع بعض مشاهدينا إلى زميلنا عبد الله المجالي وإلى الكرك، ورجعنا لك عبد الله. يسعد صباحكم مجددا من محافظة الكرك وأنا في لواء المزار الجنوبي، مصبي عليكم من جديد. اهلا عبد الله، اليوم رح تطلعنا على تفاصيل متنوعة من محافظة الكرك، الهواء معك تفضل. نعم، شاهدوا لنا كما تعلمون أن مسابقة موهبتي من في بيتي هذه اللي أطلقتها وزارة الثقافة لطبعا إطلاق الطاقات الشبابية والمواهب للشباب والأطفال في كافة محافظات المملكة ومنها محافظة الكرك التي تفاعلت كثيرا مع هذه المسابقة وقدمت العديد من الأعمال الممتازة والجيدة والتي كانت على مستوى عالي من الحرفية. احنا في محافظة الكرك في عنا احد هؤلاء المشاركين فاز بالجائزة الاولى عن فيلم القصير الحياة لا تقف عند احد، ونحن الان في منزل بلال البطوش الذي فاز بالجائزة الاولى عن هذا الفيلم لنتحدث عن ما هو هذا الفيلم واهميته والرسالة التي اراد ان يوصلها الى طبعا من خلال هذا الفيلم، وكذلك لنرى أن يعني استثمار الوقت واستثمار الوقت الفراغ في إنتاج الأعمال الإبداعية. يسرنا أن يكون معنا الفائز بالجائزة الأولى عن فيلمه بلال البطوش. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحكم، يعطيكم العافية، شكرا يعني على كل الجهود اللي انتم قاعدين تبذلوها في هذا البرنامج، وتحياتي لكم يعني جميعا. نعم، بدي أول بداية تحكي لي عن تجربتك في هذا الفيلم، من أين جاءت هذه الفكرة وكيف يعني أنتجت هذا الفيلم؟ صدقا هذا الفيلم عمل تشاركي بيني وبين أخوي، يعني أنا وأخوي وأصدقائي لنا. الفكرة كانت أنه فعليا الحياة ما بتوقف على شخص، بس الحياة ممكن توقف شخص تخليه يركز في كثير تفاصيل ممكن هي غايبة عنه. يعني الفيلم سواء كانت فكرته أو إنتاجه أو تصويره كلياته تشاركي، يعني تم تصويره في كاميرات بسيطة جدا، يعني رغم قلة الموارد يعني، لكن الحمد لله طلعنا في نتيجة كويسة، والقادم رح يكون أفضل بإذن الله. يعني في عنا إن شاء الله مشاريع أقوى من المشروع اللي احنا قاعدين أو اللي اشتغلنا عليه في الفترة الماضية، ف نتمنى ان شاء الله ان يكون في دعم ويكون في بالاخص احنا يعني في محافظه الكرك والجنوب، يعني بنعيش احنا ذائقه انه ما في يعني اهتمام لهي الجوانب سواء كان في معاهد او كليات، فنتمنى ان يكون في سواء كان دعم او اهتمام سواء من المجتمع او من الحكومه. يعني مسابقه موهبتي في بيتي، كيف كان لها الأثر في استثمار يعني وقت فراغك، خاصة احنا يعني كنا في جائحة كورونا وظرف استثنائي وفي أيام الحظر الشامل والحظر الجزئي، أكيد كان في أوقات فراغ كثيرة، فلذلك يعني هذا يعني الإنجاز يعني كان له أثر كبير إنه أنت كنت قاعد في البيت وأنجزت هذا الفيلم. صحيح، طبعا احنا في ذائقة الجائحة اللي صارت في الفترة الأخيرة، يعني هي خلتنا نقعد في البيت وبتقدر تقول يعني ننمي مواهبنا بشكل أكبر وأفضل. فإحنا في البداية قدمنا فيلم اللي هو كانت فكرته عن الحالة اللي إحنا كنا بنمر فيها سواء إحنا يعني العالم بشكل أجمع، وحصد المرتبة السادسة على المملكة. هذه مشاركة أخرى غير المشاركة الأخيرة اللي شاركنا فيها. نعم، الفيلم كان بيحكي عن انه احنا يعني بنعيش مشاعر واحاسيس معينه ما بنقدر انه نعبر فيها، كل واحد حسب مجاله يعني بعبر في سواء كان في الفيديو او في الرسم، يعني كل شخص وموهبته يعني ممكن تقدر تقول. الفيلم اللي حصلت عليه على المركز الاول يعني كان واضح انه في نوع من الحرفيه وكان يعني ممتاز يعني في الاداء،
فأكيد هذا كان يحتاج إلى إخراج وإلى مونتاج وإلى إضاءة. فالأدوات اللي استخدمتها وكيف يعني أنتجت بهذه يعني بالشكل الذي خرج هذا الفيلم؟ صدقا شوف الفيديو الأخير اللي احنا فزنا فيه كان الفكرة تشاركية زي ما قلنا قبل، والإمكانيات كانت بسيطة جدا، لكن الفكرة كانت في الإخراج. أنت لما يكون عندك مثلا فكرة معينة أنت بدك تعرف تديرها وتعرف تخرجها بطريقة كويسة، يعني عشان تلفت الانتباه وتخلي الناس ممكن يعني يشوفوها بشكل مختلف عن أي فيلم ثاني. ممكن أي شخص أو أي مخرج يطرح هاي الفكرة اللي أنا طرحتها أو أنا وأخوي والأصدقاء، لكن بشكل مختلف تماما يعني عن الإشي اللي احنا سويناه. فكل واحد هو ذوق معين أو يعني ستايل معين تقدر تقول. يعني بدنا نحكي أنه هذه الموهبة إذا ما كان فيها صقل وكان فيها تدريب، يعني أين تدربت أو كيف يعني عززت هذه الموهبة لنخرج في مثل هذه الصورة؟ تعزيز الموهبة أن أنت يكون في عندك تغذية بصرية، لازم تتفرج كثير، ولازم كمان برضو تشارك رأيك بينك وبين أصدقاء، يعني بين المحيط يعني من حولك، بحيث أنه تأخذ الرأي الصائب. يعني بعض أحيان ممكن يكون رأيك مختلف عن آراء البعض، فهذا الشيء يعني دائما لازم أنك تأخذ الموضوع بتشاركية أكيد طبعا. شكرا أخو بلال. شاهدوا ولانا يعني أيضا في يعني أخو بلال حذيفة لبطوش أيضا يعني شاركوا في هذا الفيلم، خاصة في موضوع المونتاج والإضاءة، فكان له دور كبير. فيسعدنا أنه يعني كمان يحدثنا عن هذه الموهبة وعن هذه عن هذا الإنجاز وعن هذه الأفلام التي أنتجوها. وأنا كما يعني تحدثوا إلي أنه في كثير من المشاركات وكثير من الأعمال اللي قاموا بها بإمكانيات متواضعة بكاميرا يعني ويعني لابتوب، فما في إمكانيات كبيرة. فتحدثنا حذيفة لبطوش كيف عملتوا هذا الفيلم وما هي يعني يعني المواهب التي اكتسبتها في خاصة في وقت الفراغ في جائحة كورونا خلال أيام الحظر. الله يعطيك العافية بالبداية ويسعد صباحكم جميعا. بالبداية يعني أنا حاب أحكي عن الفيلم بشكل أساسي، اللي هو أنه كيف تبلش فيه من فكرة لتصوير وأداء ومونتاج وآخر إشي حتى النشر. الفيلم ما بيجي يعني هو من عبث، بكون هو يا إما تجسيد من مشاعر أو أحاسيس بمر فيها الإنسان، أو من خلال إلهام معين سواء كان من أشخاص أو من أفلام أو من كتب تقرأهن. قبل ما أنه أدخل بإيش الفكرة وإيش كنا مستهدفين بالفكرة، أنه هل هي فعلا الحياة بتوقف على إنسان أو هل هي ما بتوقف على إنسان، الفيديو كان هو بسيط، مدته تقريبا 58 ثانية. يعني هو ما كان يعني ما كان هدفنا أنه نخليه طويل ويمل يعني المتابع أو المشاهد اللي بيحضر، أكثر من أنه فعليا هو بيحضر لمدة دقيقة يوصلوا فكرة ولو كانت بسيطة، بس يعني هي صحيحة 100%. وبالنسبة للأداء الثاني واللي هو التصوير والمونتاج، هو فعليا كان بإمكانيات بسيطة، بس أنا يعني برأيي هو الإشي حتى لو كان بإمكانيات بسيطة ممكن إنها تطلع الفكرة بالشكل اللي زي ما أنت بتتصوره أو زي ما أنت بدك تقدمه للأشخاص. يعني ممكن في أي كاميرا عادي، يعني شخص ممكن يصور إشي بس يعني يكون في جوانب ثانية مهتم فيها، لأنه هو التصوير والفيديو مش يعني بيعتمد على إشي رئيسي واللي هو التصوير، بيعتمد على أكثر من إشي واللي هو كتابة الفكرة والتصوير والأداء والكادر والإخراج وبعدين المونتاج، وكل هاي الأشياء يعني هي يعني ركيزة للفيديو بشكل أساسي. يعني كم يعني استغرق معك وقت لإنتاج هذا الفيلم؟ ممكن نحكي أنه تصويريا أخذ تقريبا 12 ساعة متكاملة، بس كانت يعني متقطعة لأنه صورنا في أوقات معينة وأوقات ثانية يعني بسبب الأوضاع الحالية. ومن ناحية الشغل المنزلي اللي هو بعد المونتاج، وقت المونتاج أخذ تقريبا 12 ساعة مونتاج.
يعني احنا بنقول انه يعني جائزة موهبتي من بيتي يعني كان لها اثر عليك وعلى كثير من الشباب والاطفال. يعني احنا يعني بما انه يعني الفتره الماضيه كانوا الاطفال والشباب موجودين في بيوتهم، فلذلك يعني يجب استثمار وقت الفراغ باشياء مفيده، باشياء ممكن انه يعني تضيف لنا يعني نوع من الاستقلاليه ونوع من يعني تعزيز النفس. فلذلك يعني ماذا يعني تتكلم عن هذه المسابقة وما هي يعني كيف أثرت فيك؟ والله بصراحة يعني هي كانت إلهام وحافز لنا إنه نشتغل خصوصا بالأوقات هاي، وإنك يعني قاعد ما بتسوي إيش تقريبا، يعني كانت فعليا هو حافز إنك تشتغل وتزيد من شغلك وتقدم الإشي، مش بهدف يعني قبل ما يكون مادي أو هدف إنه يعني تكسب مصاري، هي يعني شعورك بأنك قاعد بتقدم إشي سواء كان للمجتمع سواء كان للعالم بأجمع، وخصوصا إنك أنت قاعد بتقدم في فكرة، يعني فكرة مش إنها مش موجودة، هي فعليا بنحس فيها وأي إنسان ممكن يحس فيها. وفعليا هي المسابقة كانت حافز كثير لنا بأننا نشتغل ونقدم أكثر وأكثر. نعم، شكرا بلاد، ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التقدم ومزيد من الإنجازات. الله يعطيكم العافية. نعم، شاهدوا لنا يعني في نهاية هذا اللقاء يعني نشكر بلال وحذيفة البطوش على هذا الإنجاز، وهذا يعني دليل على أنه إحنا عندنا كثير من الإبداعات والمواهب لدى الشباب والأطفال في كافة مناطق محافظة مناطق المملكة، والتي يجب أن تستثمر خاصة في هذه الأوقات. أكيد، يعطيك ألف عافية من هاي التغطية. يعني دائما الشباب الموهوبين لازم يستثمروا بموهبتهم وبطاقتهم الموجودة عندهم ليحققوا إنجازات بحياتهم ويوصلوا لكل طموحاتهم.